احلى فتره شفت فيها انا كل الفتحات كذا طلعوا يتكلموا لما فزنا على الارجنتين. يا عيني صور والله والله اذكر صور. ذاك اليوم ما كنا قادرين نلحق التصاريح حقين اعضاء الاتحاد لما تاهلنا لكاس العالم لما فاز الهلال باسيا في المنجز في المنجز كل الناس طلعت تسولف. الخسارة يتيمة يعني بعطيك حاجات ما حد جاوب عليها لليوم ولا انتج احد جاوب عليها لليوم. تذكرون موضوع التذاكر مباراة النصر والاتحاد بجدة لما قالوا ما في جمهور بعدين قالوا انطبعت التذاكر بعدين قالوا لا ما في جمهور بعدين قالوا نحل المجلس والله اني ما اذكر وش ونسيته حق التحكيم مركز بس ما طلع التحكيم احد ما حد تكلم. نجي مثلا شاركنا في البطولة العربية بالرديف ما اعرف ليش وخسرنا ولا حد قال لنا ولا حد تكلم معانا ولا حد شرح لنا. لعبنا كاس الخليج بالرديف ما حد شرح لنا وما حد قال لنا. ما تعرف يعني ما تعرف مدرب منتخب ما يتعاقدون معه ما تعرف ما لكن في الانجاز تلقى كل الناس. وهذا خطا كبير هذا اعلاميا خطا. لما يكون الانتصار الكل يطلع ولما تكون الخساره ما حد يطلع يتكلم ويواجه. ترى عادي الاتحاد الانجليزي بعد ساعه ونص مباراه الكره الارضيه كلها تتابعها بعد ساعه ونص طلع وضح غلط قال خطا بشري اعتذر وقفل السالفه. بعد كذا اي احد يبغى يجتهد هو قاعد يقول لك تبغى تالف قصص راح الف قصص. هذا الخطا وفي خطا بشري ونعتذر وانتهينا. ترى واحد ما يطلب اكثر من كذا ما يطلب اكثر من كذا خصوصا في لعبه كل الشعب يعرفها ويعرف تفاصيلها ويحبها ويفهمها ويفهم تفاصيل تفاصيلها. وجود اختصارا اللي واثق من نفسه ما يخشى المواجهه. انتهى الموضوع. تعطنا فاصل عشان ناخذ راي الشباب.